السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي مشاهدي قناة إيكول إف آر، أهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله وامتحان جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سننجز معا امتحان الفرنسية وسنبدأ بلا غرام لا غرامير. لا غرامير كنا درنا الجملة الإسمية والجملة الفعلية وكدرنا لي زادجيكتيف. حنايا عندنا جوج تمارين، عندنا التمرين غنشرحوا فيه الجملة الفعلية والجملة الإسمية ونشرحوا فيه لي زادجيكتيف إبيتيت إي أتري اتريبي. اذا نبدا على بركه الله بالسؤال الاول. نرجو منكم متابعه الفيديو من الاول الى الاخر لكي نفهم الدروس جيدا. اذا على بركه الله، اول حاجه ملي كتوضع لنا الامتحان او كتحط علينا ورقه الامتحان ضروري كنقراو السؤال قبل ما نمشي للاجوبه. انايا خاصني نقرا السؤال نعرف شنو اللي مطلوب مني. كوش افيك كوا لا بون ريبونس، اذا انا غادي ندير علامه قدام الجواب الصحيح. احنا عندنا لي فراز هما هادو وعندنا لا فراز نومينال. شنو هي لا فراز نومينال؟ هي الجمله الاسميه. ثم عندنا لا فراز فيربال هي الجمله الفعليه. اذا انا خصني مثلا هذه الجمله غنشوف الا كانت اسميه ندير علامه في اسميه، كانت فراز فيربال غندير فراز فيربال. اذا انا خصني نقرا ونعرف كل كلمه. لي زاستيك ايتي ان بوبل نوماد. لي زاستيك ايتي ان بوبل نوماد. اذا انا خصني نقلب انايا واش كاين شي فيرب ولا لا. لي زاستيك سي تان نو ايتي، هاو ايتي تاو فيرب، لو فيرب اتر او الامبارفي. اذا هادي فراز فيربال، ملي غادي نجي نلقى فيها فيرب سي اون فراز فيربال. لو بوبل دي مايا، لو بوبل لو ميو كوني. اذا هنايا هنا لو بوبل سي تان نو، دي مايا سي تان نو، لو بوبل سي تان نو، لو ميو سوبرلاتيف، كوني سي تان ماجيك، c'est un adjectif. Eden, jumla ismi, c'est une phrase nominale. La civilisation égyptienne. La civilisation égyptienne. La civilisation, c'est un nom. Égyptien, c'est un adjectif. Eden, c'est une phrase nominale. Les Sumériens inventent en Mésopotamie. Les Sumériens, c'est un nom. Invente, c'est un verbe. C'est le verbe inventer. En Mésopotamie. Eden, il y a un verbe, donc c'est une phrase verbale. Eden, c'est une phrase verbale. Les jardins suspendus de Babylone. Eden, les jardins, c'est un nom. Jardin, c'est un nom. Suspendu, c'est un adjectif. Il a l'air de dire SS. C'est un adjectif. Babylone, c'est un nom. Eden, il n'y a pas de verbe. C'est une phrase nominale. Eden, nous avons compris la phrase nominale ou la phrase verbale. La phrase verbale, il y a qui confère le verbe. ولا فراز نومينال ما كيكونش فيها لو فيرب. اذا كيفاش غنقلب انا على لو فيرب؟ كنشوف لو نو لاجيكتيف اي لو فيرب، صافي كل كلمه كنعرف شنو هي. ولا لقيت لو فيرب سي اون فراز فيربال، ما كانش فيها لو فيرب سي اون فراز نومينال. اذا نمر الى السؤال الثاني. كومبليت لو طابلو سويفون. اذا سنكمل. اذا عندنا لي فراز، عندنا لي فراز، عندنا هادو. حنا شنو اللي مطلوب منا؟ غنخرجوا لاجيكتيف نحطوه هنايا، هاد لاجيكتيف ما نجيبوه من لي فراز، وغنقولوا واش هو ايبيتيت ولا اتريبي. اذا غنقولوا واش هو ايبيتيت ولا اتريبي. يلا تبعوا معايا مزيان. غنقرا الجمله الاولى. لي زيليف سون تري بوتي. اذا لي زيليف سي تان نو، سون سي تان ادجيكتيف، تري سي تان ادفيرب، بوتي سي تان ادجيكتيف. اذا هذا بوتي هو ادجيكتيف. Petit, c'est un adjectif. Ça fait petit, c'est un adjectif. Eden, je ne le connais pas. Je suis épithète ou attribut. Épithète, on a un mot qui est complètement mal adjectif. Et attribut, on a un mot qui est complètement vinetum, un verbe d'état. Et là, il y a un mot petit. Petit, il y a un mot qui est les élèves. Ou je ne sais pas si on a un verbe. Eden, c'est attribut. Attribut.
صافي. اذا انا في الامتحان ماشي غادي نخرج ما تعولوش عليه انا نخرج لكم اجوبه جاهزه، لا تبع معايا الله يرضى عليك من الاول حتى الاخر، ما خسرتي والو، طلق الفيديو خلي خدام وتفرج تبع معايا وغادي ضروري غتستفدي حاجه ضروري، ما يمكنش ما تاخذ حتى شي حاجه. اذا غندوزو للجمله الثانيه، لا لومبرا est un merveilleux palais. L'Alhambra, c'est un nom. Aklumzien. Et, c'est un verbe. Un merveilleux, c'est un adjectif. Palais, c'est un nom. Et donc, on dit un merveilleux, c'est un adjectif. Belletti. On a écrit merveilleux. C'est un adjectif. كتوصف لينا لو بالي، ما كتوصفش لينا لا لومبرا، لا كتوصف لينا لو با لو بالي، اي تا ميرفيو بالي يعني قصر عجيب ولا رائع ولا ميرفي، كتوصف لينا لو با لو بالي. اذا واش هو ايبيتيت ولا اتريبي؟ شنو قل على ايبيتيت؟ هو ملي كيكون عندك ان نو وتابع ولاصق فيه اجيك ادجيكتيف، هنا ملي كيكون عندك لو نو عاد لو فيرب عاد لاجيك l'adjectif. Ça fait idan hada idan hada l'adjectif hada ghadi ykon andi c'est un adjectif epithet. Ha alach epithet? Lana lasq ma'a le nom qualifié. Idan namour ila jumla mwaliya, il y avait les plantes odorante. Et dans l'adjectif ou odorant, odorante. Ah, odorante. C'est l'adjectif. Qualifié, non. Il qualifie les plantes. Les plantes comment? Odorantes. Et dans qualifié, qui fait jamais? Il est attaché au nom qualifié. Et dans c'est un adjectif épithète. On a épithète ou qui comme mal au nom qualifié. Yani ma, مع الاسم اللي كيوصفو، صافي الاسم اللي كيوصفو كيكون ملاصق معاه، بحال ميرفيو جات ملاصقه مع بالي. هنا بوتي لا بوتي شوف مع من كتكاليفي لي زيليف، ولكن جات بيناتهم ان فيرب دي طال اللي هو لو فيرب. لي زيو ايتي لارج، شوف معايا مزيان هنا، لي زيو ايتي لارج، لي زيو سي تان نو، ايتي سي تان فيرب، ولارج سي تان ادجيكتيف. اذا لارج qualifie quel nom? Qualifie les yeux. Et dans le geste binetum, un verbe et dans large, large qualifie le nom les yeux. Les yeux. Chou binetum, un verbe. Hein? Un verbe. Et dans large, large voilà avec s علاش لان لي زيو سي او بلور او بلوريل. اذا قلنا هو جا من بعد ان فيرب ديتا، اذا سي ان ادجيكتيف اتري سي ان ادجيكتيف اتريبي فوالا ما بيناش مزيان un adjectif attribué. Namour il est jumelé mouwalia. Rim porte une belle robe. Rim c'est un nom, porte c'est un verbe, belle c'est un adjectif, robe c'est un nom. Et d'un robe ou belle, pardon, belle, belle c'est l'adjectif. Mais bien. Qualifie quel nom? Il qualifie le nom robe. Hein? Qualifie le nom robe. Je te mets la c'est à côté du nom qualifié. Yani, m'lasqa m'a le nom qualifié. Et dans le cas où m'lasqa m'a le nom qualifié, c'est un adjectif épithète. Voilà. C'est un adjectif
epithet. Voilà. إذن هذا هو la grammaire. عندكم جوج دروس, la phrase nominale et la phrase verbale. وعندكم l'adjectif, epithet et attribut. نتمنىكم أنكم تكونوا فهمتوهم وعودتهم عاوتاني من الأول. هادو هما التمارين ديالهم. إذن نمر الآن إلى la conjugaison. La conjugaison عندنا فيه le présent et عندنا فيه le présent et عندنا فيه l'imparfait. ندير معكم واحد المراجعة بسيطة بالنسبة les terminaisons du présent. عندنا le présent, رجعت معكم في فيديو بزاف le présent. عندنا les terminaisons des verbes de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Voilà. إذن بالنسبة les verbes de premier groupe, عندنا E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. إذن هادو مالي تغمينيزون. كناخدو منو لو راديكال دي فيرب. كنحيدو غير ER. كناخدو لو راديكال وكنزيدو عليهم هاد لي تغمينيزون. بالنسبة لي فيرب دو دوزيام جروب كنحيدو ER. عندنا لي تغمينيزون. كن لو راديكال بلوس لي تغمينيزون دي الانفينيتيف. كنحيدو ER وكنزيدو ES, ES, ET, I, 2S, O, N, S, I, 2S, E, Z, I, 2S, pardon, I, 2S, E, N, T. بالنسبة للفيرب دو تخوازيام جروب, هنا يا ما عندهمش واحد القاعدة خاصة. بالنسبة للفيرب دو تخوازيام جروب, عندنا لي فيرب كي برون S, S, T, و دي فيرب كي برون X, X, T, و دي فيرب كي برون S, S, D. فوالا. إذن عند هنا يا O, N, S, O, N, S, E, Z, E, N, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. هادو مكتبتلوش. فوالا. إذن هادو هما لي تيرمينيزون دو بريزون. بالنسبة لامبارفي عندنا A, I, S, A, I, S, A, I, T, I, I, 2 S, I, O, N, S, I, 2 S, I, E, Z, I, 2 S, E, A, I, E, N, T. Voilà. هادو بالنسبة لي فيرب دو برومي جروب. لي فيرب دو دوزيام جروب شنو كتثبت لي؟ كتقول عندنا I, I, 2 S, A, I, S, I, 2 S, A, I, S, I, 2 S, A, I, T, I, 2 S, I, O, N, S, I, 2 S, I, E, Z, I, 2 S, A, I, E, N, T. Voilà. بالنسبة لي فيرب تخوازيام جروب, سي لي ميم. A, I, S, A, I, S, A, I, T, I, O, N, S, I, E, Z, I, E, pardon, A, I, E, N, E, N, T. Voilà. هما نفسهم لي تيرمينيزون, غير في لي فيرب دو دوزيام جروب, اون اجوت I, 2, E, I, 2, S. Voilà. إذن بالنسبة للتمارين اللي عندنا حنايا, هما هادو. كونجيغ لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف. انتبه معايا, هنا في السؤال عطينا مباشرة لو بريزون دو لانديكاتيف, يعني لي فيرب كاملين في لو بريزون دو لانديكاتيف. إذن أنا خصني نعرف لو سوجي ديالي. لو سوجي لو فيرب هو معروف, لو سوجي لو بروفيسور. إذن لو بروفيسور كتعوض لينا إيل, إيل دو سانجولي. كوريج شناهي يعني لي تيرمينيزون ديالها هي أه. شو E, E, S, E. إذن غندير نحيد هاد E, E, R وندير كوريج. فوالا صافي. إذن هاد التيرمينيزون هي هادي E على فا مع إيل. نادية إي سلمى. نادية إي سلمى سو سون دو بيرسون. إذن وفيمينا, فيمينا إذن راه إل أفيك إس. صافي. إذن دائما انا السوجي ديالي كنديرو هاد الطريقه هادي باش نعرف حتى التلاميذ ديال القسم حتى هما كيقولو لهم ديروا نفس الطريقه باش تعرف لو فيرب ديالك مع ما يتصرف فيه. إذن هادو بجوج كيعطيوني ال افيك اس, و ال افيك اس شنو في لو بريزون هي او ان تي. وناخذ لو راديكال دو فيرب اللي هي صوت. صافي. شو إذن ال افيك اس ديما كتمشي مع او ان تي. عندنا لي تيغر. لي تيغر هادي سي إيل أفيك إس. بوندير سي تان فيرب دو دوزيام جروب.
le radical ديالها هي باردون هيا لو راديكال هو هذا انا عندي ايل افيك اس و فيرب دو دوزيام جروب اذا تكون عندي اي دو اس ا ان او ان تي فوالا هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب فو وعندك لو فيرب بروندر فو شنو هما لي تيرمينوس اللي كتمشي معايا او زد ياك اذا خاصني ناخذ لو راديكال دو فيرب اللي هي برو بروني صافي فو بروني لو ميم تران عندك هنا ال او فوندر سي ان فيرب دو تروازيام جروب اللي قلنا اس اس دي اذا غادي تكون عندنا فون ال ال فون صافي اذا هذا هو التمرين ديال لا كونجيغيزون شي حاجه اللي هي بسيطه جدا مانتونون لو دوزيام اكزرسيس سي اكري لو لي فيرب اونتر بارونتيز ا لامبارفي اذا هادو في لامبار لامبارفي لامبارفي راه قلنا عندنا لي فيرب دو بروميير جروب هذا بويزي اذا غتكون عندنا ناخذ لو راديكال اللي هو بويز اي اون اجوت لي تيرمينيزون ايل افيك اس اللي هي اي او ان تي صافي ال بويزي لو دي بوي بور بوار اي اروزي عندنا لا مير اللي هي ال افيك ال دو سانغولير اليتي اليتي هي تردع لا مير اليتي هنايا غناخدو لو راديكال اللي هو اليت اذا اليت هادي ونزيدوها ال افيك لي تيرمينيزون ديال ال في لامبارفي اللي هي اي تي صافي ال اليتي لور بيبي او سا نو عندنا نو وفي لام بارفي شنو كتكون عندنا هذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب صافي سي ان فيرب دو تروازيام جروب اذا غتكون عندنا اي نو اي او ان اس هنايا فو نو فونيون ناخذ لو راديكال هو فو نو فونيون شاك ديمونش انصومبل هنا عندك جو و ريونير ريونير سي ان فيرب دو دوزيام جروب اذا مع جو في لي فيرب دو دوزيام جروب غتكون عندنا اي 2S A I S ياك هذا ندى ثاني تيرمينيزو ناخذ لو راديكال نحيد اي ار غتبقى عندنا ريونيسي وعندنا لو فيغ فير مع تو اذا تو اللي هي A I S في لامبارفي هنايا هذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب غادي تولي عندنا فوزي سي ان فيرب دو تروازيام جروب ما عندوش واحد القاعده ديالو خاصه ولكن ممكن انكم تراجعوا اعزائي التلاميذ اشكركم على حسن حضوركم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.